مساء الخير مشاهدينا الكرام في جولة جديدة خارج استوديو المواجهة. احنا الآن متواجدين في مركز نظم المعلومات والحواسب، وهو مركز تابع لوزارة الإنتاج الحربية وبيعتبر أحد أهم قلاع صناعة البرمجيات في مصر. تم إنشاؤه سنة 1974، كان شركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربي. الحقيقة أن المركز ليه دور هام جدا في عملية تقديم الأنظمة المعلوماتية والبرمجيات المختلفة في الداخل المصري والخارج المصري. حقيقة أنه جوه قلعة حقيقية تكنولوجية قدمت الكثير من البوابات الإلكترونية والنظم الإلكترونية الحديثة، ومتعلق بشكل كبير جدا بالتحول الرقمي وميكنة المعلومات والنظم المختلفة للوزارات. خلونا ندخل ناخد هذه الجولة من داخل المركز لمزيد من التعرف على شغلهم وعلى حجر هام جدا فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، تحديدا من مركز نظم المعلومات والحواسب وطبعا تابع لوزارة الإنتاج الحربي. واحنا هنا من احدث السنترز او المراكز التابعه لمركز نظم المعلومات والحواسب، ولكن خلوني ارحب بضيفي الكريم او احنا ضيوف النهارده سياده اللواء مهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس اداره مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزاره الانتاج الحربي. مهندس خالد برحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافه، ويمكن احنا اول كاميرا ندخل هنا في هذا يعني احدث السنترز او المراكز التابعه لحضراتكم من حيث التطور والتكنولوجيا. وقبل ما اتكلم عن التحول الرقمي، لو تدينا نبذه عن هذا المكان والنقله اللي ممكن يحدثها في هذا العالم. تحيه رحب بحضرتك وباسره القناه، طبعا شرفتونا طبعا في مركز نظم المعلومات والحواسب. احنا المركز طبعا اتنشا من سنه 1974، وكان هو شركه مساهمه مصريه لها اسهم بالكامل تملكها هيئه قوميه للانتاج الحربي. وكان الهدف الرئيسي من انشاء المركز ان هو بيقدم الدعم التكنولوجي في مجال نظم المعلومات لكافة المصانع والشركات التابعة للإنتاج الحربي والوزارة والقطاعات المختلفة للوزارة طبعا. وبعد كده بنستغل فائض الطاقات المتاحة لخدمة المشاريع القومية بالدولة المصرية. طبعا عندنا فائض الطاقات متاحة كبيرة جدا، وحضرتك شفتي سيرفرز وأجهزة ومعدات ومعدات ربط وحاجات كتيرة جدا في مجال التكنولوجي. وحاجة ثانية مهمة جدا عندنا بتتمثل في كوادر عالية جدا، شباب مهندس حاصل على دورات معتمدة بالخارج والداخل في كافة أنشطة الاي تي أو نظم المعلومات، في الشبكات، في الداتابيز، في لغات البرمجة، في تأمين الشبكات، في كل مناحي الاي تي. فاحنا بنستغل فجأة الطاقات دي لتنفيذ المشاريع القومية بالدولة. طب قبل ما اتكلم عن المشاريع القومية ودور حضراتكم فيها والميكنة والتحول الرقمي، بعض المصطلحات اللي حضراتكم الحقيقة شغالين في هذا الأمر بشكل متطور جدا وفي خدمات متعلقة بالمواطن بشكل أساسي، احنا فين هنا يا فندم؟ هو حضرتك طبعا القناة لها سبق كبير جدا، ان هو ده أول قناة تخش المركز البيانات الرئيسي الجديد لمركز نظم الإنتاج الحربي. احنا بالتحديد بالظبط المكان ده كود سنتر جديد احنا عاملينه بيخدم المنظومات التابعة للمشاريع القومية للإنتاج الحربي. وعندنا طبعا حضرتك هتشوفي بعد كده داتا سنتر كامل على احدث الطراز العالميه من التير 3، وده طبعا ده يشتغل 24 اور ما يتقطعش. سواء ايه داتا سنتر يا فندم؟ الداتا سنتر مركز بيانات رئيسي بيحتوي على اجهزه ومعدات واجهزه تخزين حواسب وسيرفرات اجهزه عاليه الجوده. فده موضوع طبعا كبير جدا، وده احدث ما وصل اليه التكنولوجي في العالم موجود عندنا هنا في المركز. والكول سنتر هنا هيخدم اي مؤسسات او اي وزارات؟ او لان انا عارفه ان في وزارات طبعا بشراكه مع حضراتكم فيما يتعلق بعمل التحول الرقمي او الخدمات المقدمه للمواطنين عبر الانترنت، يعني في خدمات كتيره بتقدم من المركز هنا، الكول سنتر دوره ايه؟ الكول سنتر هيشتغل مع وزاره التموين في دعم منظومه التموين، وطبعا دي منظومه كبيره جدا احنا مسؤولين عنها، ومنظومات أخرى ممكن نشارك في التأمين الصحي. لو هنتناول منظومة زي منظومة التأمين الصحي، ودي منظومة حديثة بشكل أو بآخر بشكلها الجديدة بتشريع جديد في مصر،
وكانت محتاجة في الأساس بنية تحتية قوية لربط عمل المنظومة والمواطن، فكرة أنه يبقى له ملف موجود في أي حتة. كان دور حضراتكم إيه ودوركم إيه في التأمين الصحي؟ لا، هي منظومة التأمين الصحي الشامل دي منظومة كبيرة جداً، المركز كان متعاقد رئيسي مع وزارة الصحة على تنفيذ هذه المنظومة. طبعاً المنظومة دي كانت المرحلة الأولى بتاعتها كست محافظات، بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء. طبعاً بدأت بالبورسعيد وتنفذت بالكامل، واتباعاً كل المحافظات هتتم إن شاء الله. بس زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي ان منظومه التامين الصحي لها محاور عديده، من اهم المحاور بتاعتها اللي هي البنيه التحتيه اللي موجوده في المستشفيات، فكان لازم انفراستراكشر تتم من شبكات حواسه ومعدات ربط واجهزه تامين شبكات، فدي احنا قمنا بهذا الدور في معظم المستشفيات في الدوله. دي بالنسبه للبنيه التحتيه. كان زي ما حضرتك برضو ذكرتي من شويه ان احنا كان لازم نسجل رغيب الخدمه في التامين الصحي، فكان في لازم يكون في منظومه لادراج المنتفعين والاشتراك في منظومه التامين الصحي. فبدأنا بالفعل نسجل كل رغبة الاشتراك في التأمين الصحي على هذه المنظومة، وطبعا دي كانت لازم نربطها مع قواعد بيانات الدولة المصرية للتأكد من صحة البيانات كأرقام قومية كعلاقات أسر مع بعضها، دي كانت لازم نتأكد منها كده، فدي اشتغلنا على المحور ده. سنتر يعني الجديد هنا يا فندم، في الكول سنتر وفي الداتا سنتر ايضا اللي حضرتك ذكرته، في ايه تاني ولا هو دول الاساسيين؟ لا، هو طبعا في قاعات طبعا لاداره الداتا سنتر. الداتا سنتر طبعا من جوه مكان ما حدش بيخش فيه، لانه يحتوي على سيرفرات باسلوب معين. في مكان بره غرفه بتدير الداتا سنتر ده، بتتابع البرفورمانس، بتتابع معدلات الاداء للسيرفرز والتكييفات. كل ما تدير الداتا سنتر بتدير من من الواضح، او خليني اسال حضرتك عن التموين. تموين وزارة هامة جدا، الكثير من المستفيدين او لديها الكثير من المستفيدين من المواطنين المصريين والمعنيين بكل امورها، والحقيقة هنا في عمل خاص مع وزارة التموين فيما يتعلق بميكانة العمل او تحول او تحويل شغل التموين لشغل رقمي لو هنقدر نقول. ممكن حضرتك تبسط لنا الأمر، تقول لنا طبيعة شغل هنا المركز مع التموين، بتسهلوا الأمور على المواطنين إزاي؟ والله هو المركز بدأ موضوع التموين ده من أول ما وزارة التموين قالت إحنا عايزين نغير فكرة البطاقات التموينية دي، وبلغت المواطنين إن إحنا عايزين نوزع على المواطنين استمارات لتحديث بيانات المواطنين. المركز بدأ من النقطة دي، احنا جمعنا تحديث البيانات. تحديث البيانات كانت خطوه مهمه جدا، مهمه جدا طبعا. احنا بدانا من النقطه دي، احنا اللي جمعنا الاستمارات دي من المواطنين من مكاتب التموين على مستوى الجمهوريه في المركز هنا، وعملنا معامل وجبنا اجهزه وهاي سبيد سكانر مسح ضوئي عالي فائق السرعه، وجمعنا البيانات دي كلها من المواطنين وعملنا لها فرز للاستمارات دي، وبدانا نسجل الاستمارات دي على المنظومه. وبعد كده بعد ما سجلنا البيانات دي كلها على المنظومه، عملنا خطوه تانية مهمه جدا اللي هي ازاي ندقق البيانات دي. طبعا دي كانت لازم نربطها مع قاعده بيانات الدوله ونقدر نعمل المقارنه دي، عشان في الاخر يبقى عندنا داتا بيز او قاعده بيانات سليمه للمواطنين للتموين. بعد الخطوه دي بقى وزاره التموين اسندت لينا اداره المنظومه. طب خليني اسال حضرتك، في موقع تموين دعم مصر وفي موقع مصر الرقمية تبع لوزارة الاتصالات وفيها الكثير من الخدمات للوزارات المختلفة. دعم مصر دي معنية بالتموين في المقام الأول، تمام؟ إيه الفرق بين الموقعين أو الخدمات اللي بيقدمها؟ خليني أسأل دعم مصر. هو حضرتك يعني دعم مصر ده إحنا لما حضرتك ظهرت جائحة كورونا، طبعا مش عايزين نحرك الناس تروح مكتب التموين، انا عايز اجدد البطاقه اطلع بطاقه جديده، انا عايز اطلع بدل فائد، قلنا لا هنعمل موقع الكتروني ينفذ كل العمليات اللي بتتم في التموين دي من خلال منظومه دعم مصر. فده احنا عملناها بالمركز هنا، ودي بالشباب هنا بتاع المركز نفذها، وبدا حاطين عليها كل الخدمات التموينيه الممكنه اللي احنا بننفذها في المكاتب بره او في اي مكان تاني خاص بالتموين او المديريه التموينيه، حطيناها في الموقع. الموقع بيتعامل معاه. الحقيقه في سؤال طرق الى ذهني الان واحنا بنتحدث، واهتمام الدوله بالتحول الرقمي وعمل المركز هنا، بس خليني اسالك مدى
تجاوب، لأنه متهيألي هنا المركز معني بهذا الأمر في المقام الأول، تجاوب الناس مع ده والإنتراكشن أو مدى تعاملهم مع الويب سايت المختلفة أو الخدمات المقدمة عبر البوابات المختلفة الإلكترونية، أنتوا لامسين ده يا فندم؟ آه طبعًا، أنا عندي إحصائيات كل يوم من مين كام واحد بيخش على الموقع بتاع دعم مصر وبينفذ قد إيه طلبات بتتم من خلاله، وزي ما حضرتك ذكرت فعلًا هو بيسهل على المواطن طبعًا، يعني التحول رقم هدف منه بيسهل على المواطن. وطبعا زي ما حضرتك فخامه الرئيس قال زمان في 2016 ان هو التحول الرقمي ده هيسهل على المواطن وفي نفس الوقت هيحارب الفساد. انا دلوقتي ضامن ان مفيش حد غير مستحق هيستفيد من هذا الدعم، فهو ده موضوع مهم جدا. منظومه الحيازات الزراعيه، ما كانت هذه المنظومه وكارت الفلاح المركز برضو شغال على تنفيذها، واعتقد ده برضو يعني عمل ضخم فيما يتعلق بالحيازات الزراعية وتوجيه كروت الفلاحين. دور المركز إيه في الأمر ده؟ إحنا بدأنا نجمع جميع عملنا الأول تطبيق قواعد بيانات لتجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، 6.5 مليون حيازة زراعية بدأنا نجمعها ونقارنها مع المساحة بحيث إن كل مزارع أو كل واحد عنده قطعة أرض معروف قطعة الأرض بإيه مطابقة للمساحة الزراعية الموجودة. وفي الآخر وصلنا لقاعدة بيانات كاملة موجود فيها كل الحيازات الزراعيه الخاصه بالجمهوريه. وبعد كده عملنا كارت مميكن ما يسمى بكارت الفلاح. كارت الفلاح ده موجود على اسم صاحب الكارت وعليه الحيازات الزراعيه اللي هو من خلالها يقدر يصرف الدعم بتاعه. ده بيخرج من المركز طبعا. فهي المنظومه كانت مهمه جدا وناجحه جدا، لان انا عشان اصرف مستلزمات زراعيه انا كراجل مزارع باعي الكارت لازم اروح الجمعيه الزراعيه. احنا حضرتك ربطنا الوزاره بقطاعاتها مع الجمعيات الزراعيه مع الادارات الزراعيه، يعني ربط الكتروني على الثلاث شبكات المحمول، ووصلنا التابلت والبي او اس اللي هي البوينت اوف سيل او نقطه البيع في الجمعيه الزراعيه، بحيث ان انا اقدر من خلال نقطه البيع دي معايا الكارت اروح الجمعيه الزراعيه اتعامل مع الجمعيه احدد طبقا للمساحه الموجوده عندي اقدر اصرف المستلزمات الزراعيه بتاعتي. مهندس خالد، ايضا من ضمن ادوار المركز ربط محطات الغاز. طبعا احنا عارفين في تطور في الدوله، ده اتجاه نشر محطات الغاز فيما يتعلق بتحويل السيارات، فبالتالي لازم يكون يعني من ضمن التحديات كانت انه يبقى في اكبر قدر من محطات الغاز المتاحه للجمهور. حضراتكم دوركم في المركز ربط هذه المحطات ليه يا فندم، والشغل هنا تم ازاي؟ احنا طبعا بالنسبه لربط المحطات ده احنا كنا شايفين ان لازم التحول الرقمي يكون كده في كل مصر في كل حاجه، سواء محطات الغاز، ابار بترول، محطات بتموين سيارات، لازم تكون الحاجات دي كلها مربوطه. دي قوه التحول الرقمي في الدوله. احنا دلوقتي الفكره كلها ان احنا عملنا منظومه، كانت الفكره كلها ايه، احنا بدانا نفكر في المشروع قلنا ناخد يعني سامبل او ناخد عينه من محطه في محافظه الاسماعيليه ونبدا نطبق عليها الفكره بتاعتنا. وفعلا بدانا نجمع هذه البيانات، لقينا البيانات المهمه جدا اللي بتهم محطات الغاز الطبيعي حاجتين اتنين. بالنسبه للموزعات اللي هو حاله المعدات ومعدات استهلاك الطاقه عشان اقدر اوفر في الطاقه ازاي، والحاجه بالنسبه للخزانات طبعا الضغوط بتاع الخزانات ودورات الملء ازاي. وطبعا موضوع مهم جدا هي تفاصيل المبيعات اللي بتتم في المحطه. فاحنا خدنا كل البيانات دي كلها ببلاتفورم بسنسورز باي او تي، مش عايزين نخش في تفاصيل فنيه كتيره في المشروع، بس كان في مجهود جامد جدا ونقلنا الحاجات دي كلها لغرفه الاداره المركزيه في شركه الغاز. وفعلا احنا بعد النموذج اللي عملناه ده ونجح، احنا فعلا مضينا مع شركه غاستك على 300 محطه بادئين بننافس فيها دلوقتي، وان شاء الله مع شركه كار جاز برضو 200 محطه، بحيث هنكمل كل محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهوريه ويكون عندنا في الغرفه الرئيسيه كل بيانات المحطات دي كلها. خالد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الاستضافه، ولو تسمح لنا نبتدي نطلع فوق نشوف غرف البيانات وعمل المركز المختلفه المربوطه بالوزارات المختلفه والشغل هنا قائم ازاي. وبشكرك على الاستضافه يا باشمهندس. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم بعد الفاصل في بقيه هذه الجوله من داخل المركز في جوله خاصه خارج الاستوديو المره. We'll be right back.
شكرا كرام. كل ما يتعلق بالتموين وعمل التموين داخل مركز نظم المعلومات من داخل هذه الغرفة. باشمهندسة سارة، يمكن زي ما فهمت انه هنا عمل وزارة التموين من خلال المركز بيتم من الغرفة دي، شغل حضراتكم هنا ايه بقى؟ بداية هو تم إبلاغ المواطنين إن هما في حاجة اسمها تحديث بياناتك. بدأنا إن إحنا نجمع استمارات المواطنين في مكاتب التموين، وبالفعل جمعنا كل الاستمارات ديت عندنا هنا في الإنتاج الحربي. قدرنا إن إحنا نسجل 18 مليون استمارة ب 200 مليون وثيقة، وإحنا أرشفنا كل الاستمارات ديت. كل البيانات اللي اتسجلت أو اتجمعت ديت بدأنا إن إحنا ندققها ونراجعها مع هيئة الرقابة الإدارية مع قواعد بيانات الدولة، وخاصة قاعدة بيانات الأحوال، عشان نتأكد ان الرقم القومي مظبوط، صلة القرابة مظبوطة. اثناء التنقية والتدقيق تم حذف جميع الارقام القومية الخطأ. كام بقى تقريبا فاكرة؟ لان انا فاكرة انه كان عدد كبير قوي، حذفنا كتير اكتر من 10 مليون رقم قومي غير صحيح وغير مستكمل. فعلا الناس ما استكملتش بياناتها. وبعد كده شدنا كل التكرارات، حذفنا كل الوفيات، لحد ما وصلنا ان احنا بقى عندنا قاعدة بيانات مدققة ومعتمدة من هيئة الرقابة الإدارية من وزارة التموين. على اساس القاعدة ديت بدأ المشروع ان هو يعني ينطلق لمرحلة تانية، وفعلا تم الاسناد لنا من وزارة الانتاج، وزارة التموين والتجارة الداخلية اسندوا ادارة المشروع كاملة لنا، وتم انتقال المشروع من وزارة التنمية الادارية لوزارة الانتاج الحربي. وبالفعل المركز بقى مسؤول عن كل الخدمات التموينية، بقى مسؤول عن الشركات المنفذة. المسؤولية هنا جاية من او في اطار الميكنة او العمل المميكن ولا على الارض؟ فعلا دلوقتي المنظومة أصبحت مميكنة بنسبة 100%. بدأنا إن إحنا نخش على المحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات. دلوقتي كل الخدمات التموينية بقت متاحة للمواطن من خلال المواقع، زي موقع مصر الرقمية، موقع إدارة دعم مصر، وموجودة برضو في مكتب التموين. طب أنتوا عندكم زي ما أنا فهمت في جزء متعلق بالمواطن وجزء متعلق بالشركات المنفذة بالزبط. أو المخابز أو نقاط البيع. بالضبط. الجزء اللي خاص بالمواطن هو إن إحنا مسؤولين عن كل الطلبات اللي بتتسجل من خلال الثلاث مواقع، وفي نهاية كل يوم الطلبات دي بتم مراجعتها. بنجهز حاجة اسمها ملفات الطباعة، بنبعتها للشركات عشان الشركات تقوم بالطباعة ديت، وبعد كده بتبعت لنا الرقم السري، بعد ما بترسل لنا الرقم السري احنا بنتيح الرقم السري للمواطن عشان يقدر يفعل بطاقته. عايزة اجرب معاكي حاجة في الويب سايت، لانه انا جربت قبل ما ادخل حقيقة انه تعامل سهل بشكل او باخر. لو في مواطن على الويب سايت عباره عن مجموعه ستيبس، يعني ابسط مواطن يقدر ان هو على كروم دي اداره دعم مصر. بالظبط. ودي كل الخدمات اللي متاحه، ويعني المنيو حتى شرحها نفسها وبسيطه جدا. اصدار البطاقات من محافظه لثانيه، فصل اجتماعي، تحويل المستفيدي الخبز المستفيد تموين، اضافه افراد جديده، كل ده موجود هنا. اضافه الزوجه غير المقيده بالزبط. تموينيا كل ده موجود هنا بشروط معينه، ويعني بيزنس رول وزاره التموين هي حطاها، فاحنا ملتزمين كلنا بالبيزنس رول دي. وكمان بتستقبلوا شكاوى؟ بنستقبل شكاوى، عندنا الكول سنتر بتاعنا خط ساخن، يعني شغال اكتر من 24 ساعة او شغال 24 ساعة. المواطن يقدر يتكلم وعندنا يقدر يستفسر عن اي حاجة، وبنرد عليه وبنوجهه للمكان الصح. في الاخر بقى مجموعة، اصل دي بيانات ضخمة وقوية جداً. يعني في الاخر بتحولوها ازاي لوزارة التموين؟ لانه ده لان القرار بيخرج من هناك. وزارة التموين هي يعتبر مسؤولة عن كل التوجيهات والقرارات والتعليمات بالزبط. لكن احنا كل قواعد البيانات والبروسينج والبروسيسنج اللي بيحصل عليها والمانجينج كله اللي بيحصل على القواعد دي ده من خلالنا بالظبط. شكرك يا باشمهندسة سارة على وقتك وعلى الاستضافة وعلى الشرح ده. شكرا لحضرتك. فين هنا؟ لانه زي ما فهمت انه هنا بيخرج كتير من الشغل اللي علاقه بالبوابات الالكترونيه. احنا هنا في معمل النشر الالكتروني. معمل النشر الالكتروني ده بنشتغل احنا في جميع المواقع الالكترونيه، سواء للوزاره او للجهات الاخرى، بالاضافه الى المنظومات الخاصه بالتحول الرقمي. من الغرفه دي بيخرج كل ده؟ بيخرج كل طبعا. حضرتك كنت بتقول ايضا المنظومات الخاصه بالتحول الرقمي. التحول الرقمي زي احنا على سبيل المثال هنتكلم النهارده على منظومه الحجر الزراعي.
احنا وزارة الزراعة تعقدت معنا على منظومة الحجر الزراعي. المنظومة دي عبارة عن ان انا من اول ما بيبدأ المستورد او المصدر المستورد مثلا يطلب اذن الاستيراد لغاية ما بيعمل طلب الفحص وجميع الاجراءات الخاصة بالعملية الاستيرادية للمنتجات الزراعية، احنا بنبدأ بنميكن الدورة دي كلها بالكامل، بالإضافة إلى حتى التحصيل الإلكتروني. يعني الرجل المستورد ممكن وهو قاعد في المكتب بتاعه من خلال الإنترنت بيعمل إذن الاستيراد وبعد طلب الفحص، وبيبدأ الطلب دوت يروح للإدارة المركزية للحجر الزراعي، تبدأ الإدارة المركزية للحجر الزراعي بتوافق على الإذن الاستيراد، وبعدين بعد كده تخش تبدأ تشتغل على طلب الفحص وتنتظر الشحنة لما تيجي، وتبدأ من خلال المنفذ تحدد المنفذ اللي الشحنة جاية فيها، ويبدأ الراجل الفاحص ينزل معاه جهاز تابلت في ايديه ويبدأ يفحص الشحنة اللي موجودة. كل دوت بيتم من خلال دورة أنا عايز دورة عمل. ده بيتم من خلال دورة عمل من غير ما صاحب الإذن ينزل يتابع؟ لا، من غير أي حاجة، هو بيتابع من خلال الإنترنت، يعني بيعرف خطوات من خلال الإنترنت. احنا فين دلوقتي بالضبط؟ بعد ده بياخد وقت أقل يعني لو طبعاً أنا المستهلك. طبعا ده بيوفر وقت كبير جدا على الراجل المستورد. تاني حاجة الشحنة ما بتقعدش كتير، طبعا ده كل الكلام ده بيخلص على طول. الراجل الفاحص لو هو في مشكلة أو أي حاجة بيطلع باركود من المنظومة يروح لتتحلل النتيجة وتطلع النتيجة على طول من خلال المنظومة، فبالتالي ما فيش تضييع أي وقت يعني نقدر نقول المنظومة دي أسرع من أن أنا طبعا أنزل أعمل كل حاجة بنفسي زي بالزبط. النظام القديم بالضبط كده. بشكرك على الاستضافة يا باشمهندس. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، غرفة جديدة من داخل مركز نظم المعلومات، والحقيقة زي ما فهمت يعني انه لهذه الغرفة مهمتين، مهمة متعلقة بربط الشبكات ومهمة متعلقة بتأمين الشبكات اللي بتدار من الداخل المصري. خليني ارحب بحضرتك يا باشمهندس، واعتقد انه هنا بيتم ربط الشبكات، اي تمام. شبكات بقى بيتم ربطها وده مهم في ايه؟ هو احنا عندنا في اداره الشبكات بنشتغل على عدد اثنين محور رئيسيين. هي المحور الاول هو تصميم وتنفيذ جميع كافة انواع الشبكات سواء السلكيه او اللاسلكيه، وده خاصه بالانتاج الحربي او المشاريع الخارجيه. تاني حاجه بنقدر نقدمها هي الدعم الفني بعد تنفيذ المشاريع الداخليه او الخارجيه. احنا عندنا كذا منظومه في الانتاج الحربي، منظومه نقل البيانات، منظومه الفيديو كونفرنس، منظومه الاتصال عن بعد، كذا منظومه بنقدر نقدم من خلالها الدعم الفني من خلال اداره الشبكات اللي عندنا. والربط بيتم من هنا زي الربط بيتم من هنا. احنا هنا المركز الرئيسي لاداره شبكات الانتاج الحربي، بنشتغل مع الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر او الشبكه اللي هي المسؤوله عن ربط الشبكات، وهي المصرية للاتصالات، بتقدر توصلنا بجميع انحاء البلاد، يعني جميع انحاء البلد المصانع. احنا الفتره الاخيره في تحديدا في جائحه كان في اعتقد استخدام بشكل اكبر لوسائل الاتصال اللي حضرتك بتتكلم عنها، ده من خلال ظهر بقوه في خلال فيديو كونفرنس اللي بالزبط. كان الاجتماعات بتقام من خلال منظومه الفيديو كونفرنس، النائب او الوزير بيجروا اتصال من خلال الوزاره او الهيئه مع جميع انحاء المصانع او الشركات الخاصه بالانتاج الحربي. ده تم تاسيسه من هنا. اذا كان اجتماعات الوزارات اللي كانت فيديو كونفرنس، وحتى لو خارجيه، لو اجتماعات خارجيه بيقدر يقيمها من خلال منظومه الفيديو كونفرنس اللي مسؤوله عن الاجتماعات المرئيه بالرؤساء او المسؤولين عن الميتنج نفسه او الاجتماع نفسه. احنا بشكرك يا باشمهندس. المهمه الثانيه متعلقه بالتامين، خلونا نروح نتابعها. مرحبا بحضراتكم من جديد، ويمكن أشرت إلى أن الجزء الآخر من هذه الغرفة متعلق بعملية التأمين أو الهاكينج يا باشمهندس، صحيح؟ باشمهندس مصطفى، لو تفهمنا أو توضح لنا أنتوا هنا بتراقبوا إيه؟ وإزاي بتقوموا عمليات الهاكس اللي ممكن تكون على البوابات الإلكترونية المصرية؟
بيتم تأمين البيانات على مرحلتين، تأمين الداتا ذات نفسها عن طريق تشفيرها، وتأمين قنوات الاتصال ذات نفسها. فإحنا بنشفر البيانات بكذا طريقة تشفير طبقا لأهميتها، وبعد كده بنبتدي نشفر قنوات الاتصال بحيث ان احنا نوصل المستخدم بالموقع نفسه بطريقه مشفره وامنه، لو حد يحاول في النص ان هو يدخل ياخد البيانات بتاعته او اليوزر نيم بتاعته والباسورد الخاصه بيه، مش هيقدر ان هو يعمل اي حاجه بالداتا لانها الداتا في النهايه بتبقى مشفره. بتعرفوا ترصدوا من هنا ايه اكتر بوابه الكترونيه بيتم محاولات الهجوم عليها؟ طبعا طبعا. حاجه ليها علاقه بالانتاج الحربي ولا حاجه ليها حكوميه؟ اي حاجه، اي حاجه حكوميه بنتم استضافتها طبعا، اللي فيها ارقام وبيانات مواطنين كتير طبعا. طبعا بيتم رصدها، بيتم على طول او بنكتشف الهاكينج اللي بيحصل عليها، وبنقفل كل الحاجات الخاصه بالاختراقات اللي بتيجي يعني عليها. احنا الدوله المصريه يعني، خليني بقى استخدم خبرتك الناحيه الثانيه كبشمهندس متخصص، احنا فين في هذا المجال المتعلق بصد هذه الهجمات؟ لان ده موضوع مهم جدا، والسيكوريتي او عمليه التامين. لا الحمد لله احنا متطورين جدا، وعندنا احدث التكنولوجيا في التامين، موجودين بفعليه وبنامن البيانات بتاعتنا. بس مسؤوليه التامين اصلا هي بتنقسم بين جزئين، يعني بتنقسم بين المستخدم نفسه وبتنقسم بين الراجل اللي بيامن البيانات. فهي مش مسؤوليه واحده على الراجل اللي بيامن البيانات، لان المستخدم نفسه لازم يبقى على علم. حضرتك كنت شايفه اكتر حاجه اللي بتحصل اتاكس كانت بتحصل على البنوك والناس اللي بيتصلوا بيها. فنتيجه التوعيه اللي احنا بنقدمها للناس وبنقول لهم الخبرات بتاعتنا، وبنقول لهم خلي بالكم المفروض تتبعوا الاجراءات دي وانتم بتخشوا على المواقع دي، فبالتالي هم بيتبعوا اجراءات واحنا كمان بنتبع اجراءات عشان نقدر نعمل لهم بيانات وما يحصلش اي اختراق ان شاء الله. بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا.